الفئة المستهدفة هم النساء اللي في الفئة العمرية فوق 39 سنة، اللي الكشف المبكر على سرطان الثدي وكذلك سرطان الرحم، الساكنة ديال الإقليم إنزكان بما فيها تراس إنزكان والجرف، وهي الفئة اللي في وضعية هشة. فحاولنا أن اليوم الاختلاف اللي يكون، وهو أن النساء اللي يكون مختلف على الحملات السابقة، هو أنه من يجي السيدة ودير الكشف المبكر على سرطان الثدي وتلقى مثلا راسها بأنها بوزيتيف، ما تبقاش تالفة وتقلب فين تمشي. فحاولنا أننا نجمع جميع الأطقم الطبية اللي غادي تدور عليهم هذه السيدة يكونوا متوفرين اليوم، من التشخيص الأولي للطبيب الاختصاصي في الأشعة اللي غيقرأ لها الماموغرافي من بعد ما دير الماموغرافي، من الطبيب اللي مختص في السرطان. النصائح اللي نبغي نقدمها للنساء هي اي مرأة حست بانه كاين تغيير على مستوى التديين ديالها، تجي دير الكشف المبكر، ما تقلش تسنى وما تهاونش. هذه اول حاجه، ان المرأة تحاول ما امكن بينها وبين راسها تقلب راسها، بينها وبين راسها تحاول تهز يديها وتقلب الثدي الايمن او تشوف الثدي الايسر، تقلب واش كاينه شي ولسيسه، واش كاين شي تغيير، واش كاينه شي حاجه اللي حست بها جديده في الدات ديالها. الاعراض اللي ممكن تحس بهم المراه مثلا، ان الحلمه ديال الثدي ديالها تحس بها بان يلا بدات كتدخل، كاين تغيير، او بان الثدي ديالها تغير الشكل ديالو على الثدي الاخر، او انها بدات كتقلب وكتحس بحال كاينه شي ولسيسه، بحال شي كره صغيره تحت الباط ديالها ولا في الصدر ديالها. اكيد هذا راه ماشي على المستوى الوطني وانما على المستوى العالمي. الكشف المبكر هو وقايه وحمايه لجميع النساء، وانا كنشجعهم على الكشف المبكر لسرطان الثدي. اكيد هذه الحمله هذه راه تبارك الله كان عدد المستفيدات فيها اللي كيوصل تقريبا ل 200 مستفيده. لقينا حالات اللي هي ايجابيه، الحمد لله اننا وجدنا وفرنا كل شيء، حتى من الدعم النفسي جبنا ان بسيكاناليست اللي كان كيهضر معاهم وكيعاونهم على الدعم النفسي باش ما يتصدموش دوك العيالات وما تاثرش النفسيه ديالهم. بالنسبه للنساء حتى اللي لقاو راسهم بانهم بوزيتيف، وفرنا سياره اسعاف اللي كتنقلهم، يعني كان لو سيركوي كومبلي دو ا ا زد، باش نوفروا التشخيص لجميع الساكنه ومن يعني ما نختاروش غير النساء بوحديتهم ولا هذه الفئه العمريه 39 سنه، اختارينا لا كونسلطاسيون للجميع، يعني كان تشخيص لفائده جميع الساكنه اللي هي في وضعيه هشه ليهم ولوليداتهم، وكذلك فتحنا لهم الدعم النفسي بشكل خاص وبشكل فردي لاي واحد بغاه، وكذلك درنا حمله للكشف على مرض السيده اللي كانت فيها واحد التحليله اللي هي سريعه اللي كانت كتعطينا الريزلت ديالها سيغ بلاس. هذا الحدث الذي يهم الكشف المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم المبكر، استفدنا من خلاله من فحص للثدي وعنق الرحم وزيارات طب العام. انا جد فرحانه وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يتكرر ان شاء الله هذه المبادرات اول مره، وكنتمنى دائما ان شاء الله الرحمن الرحيم تكررين. في الاول لقينا ممرضات وطبيبات مختصين في الكشف لسرطان الثدي، من بعد مشينا عند تقني أشعة اللي دار لنا الماموغرافي، من بعد شافها الطبيب المختص والحمد لله خرجت النتيجة مزيانة وشكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.